نشوف لك هذيك. هاد الوقفة هي رد فعل على فرض السلطات الرسمية القضائية الثلاث، المجلس على السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، إجبارية إدلاء بجواز تلقيح أثناء الولوج للمحاكم سواء لدى المرتفقين أو المحامين. هو رد فعل لأن القانون يفرض الاختيارية، وبالتالي لا يجوز أن نخالف القانون بمجرد بلاغات أو قرارات أحادية الجانب، لأنه لم يتم حتى التشاور معنا كجسم مهني للمحاماة حول هذا القرار، بالتالي نعتبر على أنه غير قانوني، على أنه لم يتم إشراكنا في اتخاذه، وبالتالي يجب أن لا نتحمل آثاره. وفي نهاية المطاف نحن نطبق القانون، القانون يقول التلقيح اختياري، وهذا هو السبب ديال الوقفة ديالنا. في علاقة بالسؤال ديالكم للمتعلق بالضرر اللي ترتب على هذا اللي حصل نتيجة القرار ولا البلاغ الثلاثي، ما سمي بالبلاغ الثلاثي، هو الضرر الأساسي هو المساس باستقلالية المهنة، على اعتبار أن مهنة المحاماة هي مهنة مستقلة ولها يعني مؤسساتها التي تتواصل مع القاعدة المهنية. هناك جمعية هيئة المحامين بالمغرب التي تتكون من 17 هيئة، وكل هيئة بنقبائها عن طريق النقباء ومجلس جمعية هيئة المحامين بالمغرب، وأيضا يتضمن عضوات وأعضاء المجالس على مستوى جميع نقابات المحامين بالمغرب. وبالتالي هذا هو الضرر الأساسي اللي نقوله، هو عدم تفعيل المقاربة التشاركية في تنزيل هذا القرار أو لا في إخراج هذا القرار. لأن علاش المقاربة التشاركية؟ لأن المحامون هو جزء أساسي من قطاع العدالة، جزء لا يتجزأ من قطاع العدالة، ويعني ضمان وصون حقوق الدفاع هو صون لحقوق المواطنين والمواطنات بصفة عامة، المتقاضين والمتقاضيات. وبالتالي يعني نتيجة هذا القرار أنتم كتشوفوا أنه تم منع المحامين من دخول المحاكم بسبب فرض إجبارية ديال جواز التلقيح، في حين أنه من الناحية القانونية هناك جواز التلقيح هو اختياري وليس إلزامي. نحن لسنا ضد القانون، نحن مع القانون، مع التلقيح ومع الحفاظ على صحة المواطنين ومع الأمن الصحي للمواطن، ولكن بالإضافة إلى الأمن الصحي ندافع عن الأمن القضائي. الأمن القضائي هذا يعني أن المنع الدفاع من دخول المحاكم هو مساس جوهري بالأمن القضائي للمواطنين. الآن نحن نعبر عن هذه الوقفة على مجموعة من الرسائل لمختلف الدولة وأيضا للسلطات المعنية، ولكن الأساس هو أننا نسعى إلى التفاوض من أجل أن تكون هناك شروط جديدة للولوج إلى المحاكم، حفاظا على حق الدفاع وحفاظا على المحاكمة العادلة وحفاظا على حقوق ومصالح المتقاضين. إذن هذه الوقفة راهي اليوم وما زالت مستمرة إلى غاية اتخاذ قرار يجعل هناك إمكانية الولوج من دون الإدلاء بجواز التلقيح، مع العلم أن أغلب المحامين هم ملقحين. ولكن هذا من الناحية المبدئية نحن نرفض، لأنه المحامي يجب أن يدخل العدالة وأن يمارس مهامه من دون أن يكون هناك أي تقييد. لا، هذا القرار هو قرار وطني واتخذ على صعيد جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي تضم 17 هيئة من المغرب، وجميع الهيئات كان هناك انضباط لهذا القرار، والكل الآن لم يلج إلى مرافق العدالة وقاموا بوقفة مثل هذه. بالتالي هذه هناك تعبئة وطنية، هناك قرارات وطنية، ننتظر مع الأجهزة الوصية وأيضا مع المسؤولين في مؤسساتنا المهنية على المستوى الوطني أن يتفاوضوا وأن يجدوا صيغة للحفاظ على حق الدفاع والحق في المحاكمة العادلة وحقوق المرتفقين في
الولوج للعدالة، ومن جهة ثانية السير في سياسة الدولة من ناحية الحفاظ على الأمن الصحي والذهاب بعيدا في محاربة وباء كورونا. مرحبا مرحبا. خرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.